ادعاءات وحقائق حول لقاح كوفيد-19. لقاح كوفيد-19 يحفز مناعة الجسم الطبيعية للتصدي للفيروس، بحيث يمكنه مكافحة العدوى الحقيقية في المستقبل. يمكن إصابتي بفيروس كوفيد-19 من اللقاح؟ لا، لا يمكن للقاحات كوفيد-19 التي حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية أن تتسبب في الإصابة بفيروس كوفيد، لأنها لا تحتوي على الفيروس. مجرد حصولي على لقاح كوفيد-19 لم أعد بحاجة لارتداء الكمامة. لا، اللقاحات لا تمنع الفيروس من دخول الجسم، لكنها تمنع حدوث مضاعفات جراء الإصابة فقط، كما أن الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح يظلون بحاجة إلى إجراءات الوقاية من الإصابة. المرأة الملقحة بلقاح كوفيد-19 لا يمكنها إرضاع طفلها. إذا كنت امرأة مرضعة، يجب أن تحصلي على اللقاح، وذلك لمساعدة جهازك المناعي على تكوين الأجسام المضادة للفيروس، لأن هذه الأجسام المضادة يمكنها الانتقال عبر الحليب من خلال الرضاعة. على الرغم من أن التطعيم ليس إلزامياً، إلا أنه يوصى به بشدة حتى ينعم الجميع بالصحة والأمان.